فأنا لم أرغب في هذه الثمار من قبل. ما قصدت أنها منذ زمن لم تدخل بيتي. شو تقول؟ إنما قصدت أن الطبيب قد منعني من تداويها، ولذلك لم أسمح لها بدخول بيتي. أشوى. كم أعشقك يا فأنا لم أرك منذ كنت شبابا طفلا دعني أتدوك. دعني إلي الرمال. لا لا يا سيدي، فأنت بهذا تخالف طبيبك. الطبيب بعيد عني. أخاف عليك أن يشتد المرض. حياتك تهمنا يا سيدي. لا يا والآن يبدو أني أكون محقوقا غنيا كنت أو فقيرا. والآن قل يا سيدي. والآن قل لي يا سيدي. نعم. ما الذي تنوي فعله؟ لا أعرف. لا تعرف ماذا؟ أقصد أنني لا أعرف حتى اللحظة، فأنا لم أكن أقصد لم أجد شيئا. ماذا؟ ألم تجد شيئا؟ أخبرني بما تريد وسأجده لك في الحال. أنتم ماذا تريدون أن أشتري؟ أتريدنا نحن أن نخبرك بهذا؟ هو ما أدرانا. يا إلهي لقد احترت معكم، ما الذي تريدونه بالضبط؟ أي شيء تريده أنا سأوفره لك في الحال. لا 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 لا، أنا سأوفره له في الحال. لا 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 تتقاتلوا لا تتقاتلوا، إن شاء الله سوف تحصلون عليه جميعكم. أنا لم نحصل على ما تتقاتلون. نحن جيدة. إنهم يحاولون إلى أحدهم. هؤلاء التجار. لماذا؟ يحكمون بمسلحة خواتمهم. أنا لم أسمع شيئا. بل وضعوه في جيبه. تظاهر بأنك لم تفهم شيئا. وضع أشرفتني إلى بيتك كي تبيع وتشتري ببعض الشيء. أنتما هناك، لماذا تتصاصران؟ أليكما أسرع؟ لا، لا شيء. لقد قال لي أنكم تعدون لي مفاجأة كبيرة، ولكنه طيب أطلعك عليها. أطلعك عليها؟ نعم، لقد قال لي أنك لا يلدن عندك سلاح. نأخذه يا حبيبتي ونذهب هناك إلى مدينتي، نبيعه ثم نعيش معه إلى الأبد. وأخيرا سوف أعرف زوجي العزيز، حدثني قليلا. فقد اشتقت إليك كثيرا. أخشى أن يراني أحد، ليس الآن. تريد أن تهرب؟ لا، لن أدعك تفعل ذلك. لن أذهب إلى أي مكان، ولكن هناك دائما من يراقبني. لا
لا أريدك أن تختفي عن أمري. أترك يدي، قلت لك أترك يدي، فأنا أين زوجة رئيس الشرطة؟ أترك يدي. ماذا يجري؟ ما هذا الذي أراه؟ لن أتركك، لن أتركك تحكمين على زوجك بالموت. ماذا؟ لا، ما الذي يحدث عن أمري؟ هيا أخبروني قبل أن أدق أعناقكم. إننا زوجتك علي يا سيدي، لا. أعظمت لي هذا المال ثمنا لسكوتي على فعلتها النكراء. فعلتها النكراء يا إلهي، إنها الفضيحة. نعم يا سيدي، لقد أخبرتني أنها تريد أن تعلم الوالي بمخططك لعزله. ماذا؟ عزل الوالي يا زوجة الشوم؟ إنه محتال، إنه يكذب، صدقني، لقد أراك السوء بأرضك، وكان يريد سرقة أموالك. انظر في يدي، خذ يا سيدي هذا المال، خذ مالك. أما زوجتك فأني أدعها لك تفعل بها ما تشاء. لا، لا. أتريدين الوشاء يا بي؟ لا. إنك حتما امرأة مجنونة. صدقني لم أرد ذلك، صدقني لم أرد ذلك. ولا يخبرك، من أخبرني؟ معك حق، ربما ادعت ذلك. لا. يجب أن أنهي حياتي معك أنت. لا. لا. لا يا سيدي، لا، لا تطلقها، لا تطلقها، فقد تجر على نفسك محاكم وخطرا. بل يجب قتلها، إنها خائنة. لا، يا إلهي، ما هذا الذي يحدث؟ إنه يكذب، إنه محتال، صدقني، صدقني، إنه يكذب. لقد رأيتك بالجرم المشهود يا حاجب. لا، خذها إلى سجن المدينة الخارجي ولا تدع أحد يراها. لا، اعطني فرصة. هيا، اعطني فرصة. هيا، إنه يكذب. هيا. سيدي، أنا آسف جدا، لقد كنت في موقف سيء، ما اضطرني لإخبارك بهذه الحقيقة المرة. لا 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 عليك، لا عليك، أنا ممتن لك ولموقفك الشجاع. إنها امرأة مجنونة، لقد ذهب بعقلها، طمعها وجشعها في الدنيا. أريد عزل الوالي. يا لها من تهمة عظيمة، ومن أكون حتى أفكر في هذا؟ لا أظنك تصدقها بالطبع، إنها امرأة مخبولة، تصور أنها تظن أنك ستهبها من أموالك الكثير الكثير. الحمد لله أني تخلصت منها. علي أن أذهب الآن لأطمئن على أمن المدينة وأحوالها. عد إلى غرفتك لتنال قصدا من الرائحة. لقد طارت زوجتك النوم من عيني، فلوّد هذا المكان. إلى أين؟ سأذهب لأتمشى قليلا في السوق. في مثل هذا الوقت؟ أشعر بضيق شديد في صدري. عليك أن ترتاح إذن، الوقت متأخر، وأنا تحت أمرك في كل ما تريد. خذ هذا، هدية متواضعة عرفانا لك بالجميع. لا، شكرا لك. هيا يا رجل، هيا، خذها. كن مستعدا، فلدي مفاجأة لك، انتظر. مفاجأة؟ لا بد من الحرب يا بهلو. أهلا يا سيدي. نعم. هيا، التجار بانتظارك يا سيدي. من أي مدينة أنت؟ لا يا سيدي، لو سألتني ما اسمك لما استطعت أن أجيبك. فلتجيب الآن؟ أنا من مدينتي. ما اسم مدينتك؟ ألم تستحق نعاً هي الأخرى حتى لا نعرفها؟ لقد أخبرني عيوني بأن التاجر الذي كنا بانتظاره قد قاضر الوالي. يبعد عني مما شاء. عرفت من أسراري الكبيرة، لذلك يجب أن تموت. ماذا تنوي أن تفعل يا سيدي؟ سأدفنك في هذا التابوت وأنت حي.